اهلا بيكم يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بألف خير. جيت لكم النهارده بفيديو جديد وطريقه جديده سهله معانا كالعاده. النهارده هنعمل فكره فطار حلو قوي. لو انت زهقانه من الفطار المعتاد بتاعنا، النهارده هنغير الموضوع ده بقى ونجدد لاولادنا عشان ما يزهقوش ونحببهم في الاكل اكتر في البيت. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل البانكيك وهنقدمه باتنين بطريقتين، بالعسل او بالشوكولاته. يلا بينا نصلي على النبي ونبتدي نقول مقاديرنا. معانا معلقتين سمنه او زبده سايحين على النار، معانا كوبايه لبن، ومعانا كوبايه دقيق، ومعانا بيضايه، ومعانا معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعانا هناخد كيس فانيليا عشان البيض طبعا بيقتل الزفاره، ومعانا معلقتين كبار سكر. يلا بينا الاول نخلط المكونات الجافه مع بعض. هنحط كوبايه دقيق معانا، ونحط معلقة كبيرة بتاعتنا البيكنج باودر، تمام، نص معلقة، نحط معلقة كمان، هي طبق اساسا نص معلقة تانية، تمام، وهناخد رشة ملح، تمام، وهنقلب المكونات الجافه دي مع بعض. تمام كده، خلاص احنا كده خلطنا كوبايه الدقيق مع معلقه كبيره بيكنج باودر مع رشه الملح وخلطناهم مع بعض عشان يبقوا مع بعض. هنيجي بقى في بوله تانيه نروح حاطين كوبايه اللبن والبيضة، تمام، بص عليكم بس عشان يبقى باين معاكم الصورة، وهنضربهم الأول مع بعض، تمام كده بالراحة خالص. يبقى هنضرب البيضة مع اللبن بالراحة خالص لحد ما يتجانسوا معانا. بعد كده هنروح حاطين كيس الفانيليا معانا، تمام، بعد كده هنحط معلقتين السكر معانا، ونرجع نضرب تاني بالويسك بتاعنا. لحد ما تحسي ان هم خلطوا كويس جدا جدا معانا، نروح نازلين بمعلقتين الزبدة او السمنة بتاعتنا. في ناس بتحب تحط معلقتين زيت، تمام، بس انا بصراحة بحب في وصفة البانكيك احط الزبدة او سمنة، ما احطش كيك، لان السمنة بتدي طعم حلو جدا جدا للبانكيك بتاعنا، تحسيه كده طعمه حلو، يعني مش فهماني، مش ناشف، لا طاري كده وهشم معانا. ونقلب كويس جدا جدا جدا، تمام، لحد ما يتجانس معانا الخليط كويس جدا، تمام. بعد كده نروح حاطين بقى ضايفين ايه المكونات الجافه بتاعتنا مع ال السوائل بتاعتنا، نروح مقلبين بقى حلو قوي قوي، نقلب بالراحه، تمام، على مهلك خالص، ونقلب بالويسك بتاعنا، نقلب نقلب نقلب. هعيد معاكم سريعا كده وانا بقلب احنا عملنا ايه. حطينا معلقتين الزبده السايحه مع معلقتين السكر مع كوبايه اللبن مع البيضايه، وضربناهم كويس جدا جدا. بعد كده حطينا المكونات الجافه على جنب، معلقه كبيره من البيكنج باودر وكوبايه دقيق ورشه ملح، وقلبناهم برده مع بعض، وحطينا المكونات الجافه على السايله بعد ما ضربناهم مع بعض. هيطلع علينا
الخليط ده. شايفين ما شاء الله، شايفين ضربناهم بالوسك، شايفين ما شاء الله. عايزه تضربي مضرب بيض عادي وعايزه تعمليها في الخلاط عادي، انا ممكن ما يكونش الوسك ده عندك، ممكن خلاط، ممكن مضرب بيض، المهم ما توقفيش نفسك. الحاجه المتاحه عندك اعمليها، تمام؟ وفري وكده ودبري على قد امكانياتك في البيت المتاح عندك، تمام؟ خلاص كده احنا كده مزجناهم مع بعض، تمام؟ هروح بقى احضر الطاسه اللي احنا هنقلي فيها ونبتدي اعمل معاكم الكميه بتاعتنا ونشوف الدنيا دي. انتظروني. رجعت لكم تاني يا بنات. هنحط الطاسه تمام على نار متوسطه او واطيه، تمام؟ ونسيبها تدفى شويه ونحط فيها بمنديل نظيف نمسحها بزيت، تمام كده؟ تمام. ونبتدي بقى ايه نستعمل الخليط بتاعنا. هبتدي بقى احط الخليط ده معاكم، تمام؟ زي ما قلنا على طاسه تكون درجه الحراره فيها متوسطه، تمام؟ عايزه انت بقى تكتري الخليط، تمام؟ يعني الدايره تبقى كبيره براحتك، حابه الدايره تبقى صغيره برضو براحتك، اللي انت حباه. دي حاجه دي ليكي حريه انت، تمام؟ اول ما هتبتدي تبقلل معانا كده، تمام؟ زي ما انتم شايفين هتبتدي تبقلل معانا، نروح قلبينها الناحيه الثانيه، خلي لونها يبقى ذهبي بالراحه خالص على مهلك عشان حاجه تطلع منك مظبوطه وتطلع احلى واحلى زي ما قلت لكم منكم. اهي شوفين، مش عارفه هي باينه معاكم في الكاميرا ولا لا، بدات تعمل ايه تبقلل، يعني تعمل فقافيع كده، تمام؟ تمام. نروح قلبين ومدخلين الزوايد دي عادي جدا، مفيش اي مشكله، تمام؟ نستنى لما الناحيه التانيه تبقى برضو ذهبي معانا ونروح قلبين. تمام، نشوفها كده دلوقتي. تمام، عايده شويه كمان. انا هعمل معاكم واحده واثنين اوريه لكم، وبعد كده اكمل بقيه الكميه وهرجع لكم تاني اوريكم ان شاء الله قطع معانا قد ايه وهنحط ايه الصوصات بتاعتنا معاها. نعمل واحده كمان، نروح حاطين، تمام، خليط تاني. بس انا عامه بحب الوسط، يعني تبقى البان كيك معانا لا كبيره قوي ولا صغيره قوي، ده بيبقى احسن وافضل. تمام، هتبتدي لسه تعمل معانا الكافية وبعد كده ايه وبعد كده نقلبها. هي بدأت معانا اهي، سيبها شوية كمان بس لسه. تمام. نقلب بقى كده معانا، تمام. اللون ده حلو جدا، يعني لو حاولتي تخليها اللون ده واغمق سنه فهيبقى ممتاز جدا، تمام، معاكي وهيبقى احلى ولونه احلى. طبعا ما تسيبهاش كتير على النار عشان ما تتحرقش منك وتتحمش ويبقى طعمها وحش. زي ما قلت لكم علشان لو حابين تعرفوا اكتر، ان زي ما قلت لكم انا حبيت احط سمنه معتين سمنه في المكونات بتاع البانكيك عشان بتديها طعم حلو جدا. انت حابه تضيفي زيت ومتاح ما عندك زيت ما عندكيش سمنه حطي، تمام؟ معنى كده تطلع وحشه؟ لا ابدا، بالعكس خالص، هتطلع حلوه جدا وتسلم ايدك كمان. بس لكن انا بس بحب احط سمنه علشان خاطر بتدي طعم حلو، بتنكه الحاجه معايا، تمام كده. هروح اكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني، انتظروني. ستات البيوت الشاطرين، بنواتي الحلوين، احنا خلصنا الكميه بتاع البان كيك، شايفين؟ اللهم بارك، شايفين؟ الله اكبر، شايفين؟ ما شاء الله. عايزه اقول لكم كوبايتي دي رمت معانا كميه حلوه جدا، مغذيه جدا جدا، جربوها وتغيير، لان الواحد بطبيعته بيزهق بسرعه وبيمل من الروتين اليومي بتاع الفطار.
ولادكم كمان هيحبوها جدا. انا قلت لكم هنعملها مع صوصات حلوه معانا، ممكن لو عندك عسل ماشي، ما عندك صوص النوتيلا اللي انت كنت عاملاه تمام. وبرده هسيب لكم الطريقه بتاع صوص النوتيلا في صندوق الوصف عشان اللي ما شافش الفيديو يرجع لها. عندك مربى، اي نوع مربى تمام، بتقدري تحطي اي صوص عندك حلو بتحبيه وبتفضلي، حتى لو كراميل عادي تقدري تحطي تمام. وبالهنا والشفا على قلوبكم. ما تنسوش تجربوا وصفاتي وتدعموا القناه بتاعتي، ما تنسوش الاشتراك لان دعمكم بيفرق معايا. وزي ما وعدتكم دايما سوبر وومن هتقدم لكم كل جديد. وباي باي.